طبعا دي كانت كلمه الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. وشفنا طبعا انه دي القرارات او الامور اللي خرجت من داخل المجلس. بس لينا بعض التعقيب على اللي احنا سمعناه مع حضراتكم دلوقتي. طبعا هو اللي ذكره النادي الاهلي في بيانه، وهي النقاط الايجابيه اللي جت من اتحاد الكره، وانه اتحاد الكره اعترف ان في اخطاء تحكيميه، وقال كمان انه يراها غير متعمده ولم يكن القصد منها الحق الضرر بفريق الكره. طيب يبقى النادي الاهلي لما اشتكى وقال ان التحكيم فيه مشكله، ما كانش النادي الاهلي بيقول ابدا كلام مرسل، كلام حتى اتحاد الكره اقر بيه، وكان سبب زي ما سمعنا الاستاذ شريف فؤاد بيقول دلوقتي انه النادي الاهلي خسر نقاط كثيره في مشواره خلال 5 شهور اللي فاتوا. وهنستعرض مع حضراتكم بالترتيب كان تاثيرها علينا ايه في الفتره اللي فاتت. عايز كمان اشير النادي الاهلي من يعني يعتبر اكثر فريق مصري محمل، بيشارك في 5 بطولات. الحقيقه اجهاد بدني رهيب على لعيبته، واهم من الاجهاد البدني هو الاجهاد الذهني. انا كنت لعيب وعارف انت لما بتتحرض لضغط المباريات ذهنك بيبقى جسمك عامل زي المكنه، انت مش حاسس انت بتعمل ايه. فالاجهاد الذهني اخطر واكثر الاما على اللاعب من الاجهاد البدني. طبعا النادي الاهلي اشار لده في بيانه. وكمان النادي الاهلي اكثر نادي دعم التحكيم المصري. النادي الاهلي تغاضى كثيرا عن اخطاء التحكيم اللي دفعت كثير من الانديه لطلب اعاده مبارياتهم. النادي الاهلي كان من اكثر الانديه اللي دعمت التحكيم المصري وملف التحكيم المصري، ولكن للاسف ما زالت الاخطاء مستمره، وتنظيم ومنظومه التحكيم تحتاج تطوير، مش براي النادي الاهلي فقط ولكن براي القاصي والداني. طبعا في النهايه الاهلي بيتمسك بطلبه، النادي الاهلي بيتمسك باستقدام حكام اجانب طبقا للائحه او للماده 110 جيم اللي كنا قلنا لحضراتكم، وايضا الماده 111 في لائحه التحكيم. ونادي الاهلي طلب في الميعاد القانوني قبل المباراه ب 14 يوم، والنادي الاهلي قال انه هيرسل شيك تكلفه استقدام الحكام من ليفل 1 او من المستوى الاول في اوروبا لتحكيم مبارياته المهمه او المباريات اللي يطلبها. واكيد طبعا ده طلب مشروع طالما في اللائحه، ولا ايه رايك يا فارس؟ متفق معاك جدا، لان النادي الاهلي الخطوه دي هو ما انتهى اليه الوضع. يعني النادي الاهلي حاول كتير جدا ان هو يفترض حسن النيه في الاخطاء اللي بتحصل، ولكن احنا قدام حاله من الاثنين، يا يعني اما الاخطاء دي بتحصل بشكل ممكن نقول في اهمال، في حكام مش مركزه، وقدام حاله تانية ان النادي الاهلي بينافس على بطولات، النادي الاهلي بيصرف مبالغ كبيره جدا عشان يكون فريق كوره عشان يحقق البطولات دي، وقدام النادي الاهلي كمان في جمهور مهتم بتحقيق النتائج. اذا انا مش ممكن ابدا اعتبر ان النوايا الحسنه في الاخطاء دي وافترض ان مفيش مشكله، اغلط زي ما انت عايز والنادي الاهلي يتحمل، لا. خصوصا لو لاحظنا حاجه غريبه جدا تدينا مؤشر خطر، انا بشوف ان هو يستدعي وقفه وكمان يستدعي قلق اكتر، وهو ايه؟ انا عندي اخطاء واضحه حصلت لنادي الزمالك في مباراه بيراميدز. صحيح. كانت مسار حديث كل وسائل الاعلام و ناس بتطلب إعادة مباريات، وأعتقد أثرت على شكل المسابقة. طيب طبيعي أنا في الحالة دي إيه اللي يحصل يا كابتن هيثم؟ أنا كلجنة تحكيم هجيب حكامي أقعد أتكلم معاهم، الوضع وصل لمستوى خطير، المسابقة بتتهدد نتيجة كم الأخطاء الفادحة في وجود الفار، وده المريب جدا في وجود الفار. المفروض الفار الأخطاء تقل بالعكس اللي هو اللي حصل. متفق معاك. طيب انت بتشوف الشواهد دي، طبيعي هقعد مع حكامي اقول لهم لا مجال للخطا في المباريات القادمه، ده الشيء المنطقي. طيب لما اجي بعدها على طول في المباراه التاليه مباشره والاقي اخطاء فادحه جديده في مباراه طرفها نادي الزمالك اللي هو كان طرف المشكله اوريدي مع بيراميدز، هل هنا في اي مجال لافتراض حسن النوايا؟ لا اعتقد طبعاً. لا، لان طبعاً. هنا الموضوع اذا كان الحكام بالنفسيه اللي تخليك بعد اخطاء زي مباراه بيراميدز تنزل برضه تغلط في المباراه اللي بعدها بتاعت نادي الزمالك، فاعتقد هنا احنا قدام مؤشر خطير جدا، وهي ان الحكم مش فارق معاه يغلط، او ان الحكم مش خايف يغلط. صحيح. ودي الكلمه الخطيره جدا، الحكم مش خايف يغلط، عشان كده النادي الاهلي كان ليه وقفة مهمة جدا. طيب النادي الأهلي لما راح للوضع بتاع استقدام حكام أجانب، هل هو استند إليه ككلام مرسل؟ لا طبعا. تعال نشوف النادي الأهلي النقاط اللي ضاعت منه في مباراة دجلة نتيجة أخطاء تحكيمية واضحة، فقدت نقطتين قدام دجلة، ضربة جزاء لأحمد بكم. صحيح. لم تحتسب، فقدت نقطتين.
رحت بعد كده لمباراه زي البنك الاهلي. عندك هدف واضح، دي مباراه دجله اهي، بنشوف الكوره بتاعه بيكم اللي كل خبر، ادي الشده الراجل بالزبط. يعني اسكندر ماسك ايد احمد بيكم يعني وبتهيالي يعني واضحه، يعني قصد اقول مش مثلا فيها مش جذب مثلا، لا 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 هو واضح، واضح حاله المسك. نروح لبعد كده، خلاص اكتفينا باللقطه دي، نروح بعد كده للبنك الاهلي، ادي هدف واضح بيسجله ايمن اشرف والهدف يتم الغاء. ومعلش لو الهدف ده يلغى يبقى ثلاث ارباع اهداف اوروبا تتلغى بالظبط، لان كمان الفكره ان الخطا هنا مش خطا ممكن يحصل فيه لبس زي زمان كنا بنقول الخطا البشري، لا انت رحت الفار وبتشوف في وجود الفار اهي اللقطه دي اللي بتكلم عليها، والحكم بيشوف بشكل واضح اللقطه ومع ذلك بيتمسك في لعبه بتتكرر زي ما كابتن هيثم قال لكم في اغلب الدوريات الاوروبيه وما بنشوفش لقطه الغاء. نروح بعد كده خلاص اكتفينا بالمباراه دي، اعتقد الصوره وضحت، مباراه بيراميدز وضربه جزاء صحيحه لم تحتسب لمحمد شريف، وكان طرف اللقاء بقى ده المضحك كابتن جهاد جريشه بطل الكوارث التحكيميه في الكره المصريه، وهدف ملغي لوالتر بواليا، طبعا واضح عدم اللعب على الكوره واللعب على قدم محمد شريف. كره زي دي توضح تماما ان في مشكله، ليه؟ كره زي دي لما تتعاد في الفار هيشوف ان التدخل كان على رجله مش على الكوره بالظبط، فكان لابد ان يحتسبها. طب انا اقيس بقى مع حضرتك ان نفس الحكم جهاد جريشه في مباراه بيراميدز والزمالك هو اللي راح للفار وبرده احتسب القرار غلط. صحيح. طيب انا هنا افترض حسن النوايا ازاي؟ المسطره مش واحده. حد ممكن يقول لي ازاي افترض حسن النوايا؟ طيب نروح بعد كده لمباراه المحله، و عندنا لقطة محمد هاني اللي الكل أجمع إن هي ركلة جزاء لم تحتسب. طيب عندنا كمان كان في نفس المباراة طرد المدافع محمود فتح الله لم يحتسب. أعتقد كده اكتفينا بالحالات التحكيمية دي، لقطة محمود فتح الله الطرد لم يحتسب. نرجع بقى عشان نتكلم في فكرة الأخطاء دي. كم نقطة دول يا كابتن مثلا؟ دول تسع نقاط. تسع نقاط. دول يعني تسع دول نقاط. تسع نقاط دول مهمين جدا في مشوار الفريق. والفكرة زي ما حضرتك قلت وعلقت في نقطة مهمة قوي، إن الحكم جهاد جريشة هو حكم مباراة الأهلي وبيراميدز اللي ما بيحسبش لمحمد الشريف صحيح. وبيروح يحسب على في مباراة بيراميدز على أحمد سامي الكرة لمست يد بكل سهولة، وهنا فار وهنا فار. فأي شكل أو أي منطق يقول إن النادي الأهلي يفترض يا كابتن هيثم حسن النوايا صحيح. في الأخطاء دي.